السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي ومعجبي صفحة فيديوسيا ماروك على الفيسبوك وقناة فيديوسيا ماروك على اليوتيوب. فالموضوع ديالنا إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي يكون خاص بالشواهد، يعني ديال مصلحة الضرائب اللي كتحصل لهم الشركة، ولا سواء بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال. فكما كتعرفوا هاد الشواهد هادو يعني كاين بزاف الشواهد، مثلا شهادة التعريف الضريبي يعني اللي تضني فيهم فيسكال، كاين شهادة ديال الضريبة المهنية، كاين شواهد آخرين بزاف ديال الشواهد. مثلا هاد الشواهد هادو كاين كل واحد فيكم فاش كيحتاجهم. مثلا شي واحد بغا يدير شي بطاقة مهنية، بغا يدير يدخل تيميسيون في شي مارشي، ولا يدخل يدير يشد شي بروجي، ولا المهم بزاف ديال الحوايج. مثلا هادوك الناس اللي كيدفعوا الفيزات يعني كيحتاجوا هاد الشواهد، فعوض ما تمشي تجيبها الى اخره، تمشي حتى مصلحه الضرائب تستنى تما، هادشي صافي تحيد ما بقاش، ولا هادشي اون سيستيم عندك دقيقه تستخرج الوثيقه اللي بغيتي من الانترنت، داكشي ساهل. ولكن مع الاسف مع الاسف مع الاسف يعني واخا كدابا عام الحمد لله باش بدينا هاد المشروع هذا بالمغرب، وانما كنلقاو بعض الاخوه او الناس مازال باغيين يرجعونا شويه اللور. كتلقى كتمشي مثلا كتلقى في اداره عموميه عاد يعني خطينا من المشاريع الخاصه، دابا هذا كتلقى في اداره عموميه، كتمشي تحط ليه كتعطي ليه لاتيستاسيون اللي كتستخرج من الانترنت، كيقول لك انا خاصني مكاشيه. يودي راه هذيك راه غادي تشوف دابا انه بالعكس هذه اللي كتكون موثوقه ومصدرها موثوق وما عنده بنادم، فين غادي يلعب فيها؟ علاش؟ حيت داك الكود باغ ما عندك فين تفلت، يعني كتراقب بحال هاد الناس هادو ما باغيينش يزيدوا شويه، واحد دقيقه شوف دقيقه ديال الخدمه غادي تنفع راسك وتنفع بها غيرك. في حين ان هذيك الشهاده اللي كتجينا مثلا اللي كتجينا مكاشيه بحال الاول، يعني الناس كيزوروها، كاين الناس اللي كيزوروا الله يهديهم، كاين بزاف ديال الحوايج كيداروا فيهم تلاعبات. اما في هذه ما عندك ما تلعب، هذه عندك ورقه فيها كود باغ كتشوف واش كاين ولا ما كايناش. دابا الاخوان نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو هذا كتفرجوا فيه الى اخره، فاول حاجه غديروها قبل نبداو الشرح ديالنا المبسط غادي ديروا ابوني، غادي ديروا تفعلوا هذا الجرس هذا باش اي حاجه نحطوها جديده ان شاء الله في لاشين يوتيوب ديالنا غادي توصلوا بها باذن الله. دابا غادي ندوزو كيفاش غادي نخدمو هادشي على السيت ديال لا دي جي اي، على موقع مصلحة الضرائب، وشنو كنحتاجو ومنين غادي فين غادي نمشيو باش تخرجو هادشي. يعني هاد الفيديو هذا مفيد للطلبة، المتدربين ديال التكوين المهني، الناس ديال مسيري الشركات اللي كيستخرجو هاد الوثائق هادو يعني راسهم، بعض الاخوة اللي كيخدمو في المحاسبة. مهم بارطاجيو وتابونو عندنا في لاشين يوتيوب ديالنا وتوفيق ان شاء الله. فاول حاجة غادي نديروها اصدقائي، اول حاجه غادي نبداو بها كنمشيو لاسيت ديال لا دي جي اي، يعني tax.gov.im هذا السيت هذا ديال لا دي جي اي ديال مصلحه الضرائب. فهاد الموقع هذا كيقدم لينا بزاف ديال الخدمات، يعني على غرار الخدمات ديال انشاء عفوا ديال ليزونجيستخومون على لي ديكلاراسيون فيسكال الى اخره، فكيقدم لينا بعض الخدمات الاخرى، مثلا طلب الشواهد الاداريه وتدقيق صحه الشواهد الاداريه، شراء طوابع الضريبية بحال داك الطابع ديال الباسبور ولا ديال السياقة ولا ديال السيارات، هذاك الشيء كامل كيكون هنايا في هذا لوسيت هذا. فكنمشيو حنايا اللي كيهمنا كنمشيو للتيلي سيرفيس سامبل، فالتيلي سيرفيس سامبل ملي كندخلو تما كنلقى بزاف ديال الحوايج، مثلا في هاد الباغ هادي حنا كيهمنا لي زاتيستاسيون، حنا الشرح ديالنا دابا على لي زاتيستاسيون. كنمشيو لفو زاتيستاسيون، كاين الناس اللي كيخدموا بالعربيه تقدر تخدم العربيه، يعني دير هنا دير العربيه او بالامازيغيه كما بغيتي، ولا الانجليزيه ولا الاسبانيه، المهم على حسب اللغه اللي بغيتي نتايا. هنايا سامبل اتيستاسيون كنمشيو اكسيدي على سامبل اتيستاسيون، يعني الا شفتوا هنايا الاخوان كيقدم لينا الخدمات هنايا كاملين اللي كاينين. مثلا كيقول لك راه تقدر تستخرج من الموقع يعني باغ انترنيت هاد الشواهد، هاد الشهاده ديال التعريف الضريبي بيلتان دي دونتيفيكاسيون فيسكال، اتيستاسيون شيخ ضافير، هادي ديال رقم معاملات، هذاك كدير لا دوموند ديال لاتيستاسيون تاع الريغولاريتي فيسكال. هادو الناس ديال الفيزات كيحتاجوهم بزاف، بحال هادي بحال الريغولاريتي فيسكال بحال دونتيفيكاسيون فيسكال، وحتى لاتيستاسيون شيخ ضافير رياليزي على ليكسبورتاسيون. كاين لاتيستاسيون دروفوني هاديك جلوبال، هاي هنايا كاين لاتيستاسيون دامبوزيسيون فورفيتير الناس ديال الضريبة الجزافية، كاين لاتيستاسيون دريزيدونس، كاين لاتيستاسيون داشا اون اكزونيسيون الناس ديال اللي كيشريو، يعني هذه كتنفع الناس اللي كيكونوا اكزونيغي من لاتيفيا، ولا اللي كي مثلا كيكون عندهم ترونسبور كيدير واحد لاشا فيها ترونسبور الى اخره باش
اي ديدوي وديك لا تيبيا كيديروا هاد الريجيم دو سيسبونسيون. يعني المهم هذا واحد الشرح اخر الناس ديال لا كونتابيليتي فاهمينه مزيان. كاين لاتيستاسيون تاع الغوتوني على سورس، كاين لاتيستاسيون ديال لاتاكس بروفيسيونال، الناس ديال الفيزا تاع هي هنايا، يعني باش بلا ما تمشي عند الاخر المصلحه الضرائب بقى تقول لهم اودي راه هادي راه هادي كلشي راه هنايا. يعني هاد الشواهد كاملين هادو كاملين ها هما هنايا تقريبا عندنا 6 11 12 13 14 15 16 17 18 المهم تقريبا 21 شهاده او 22 شهاده تقدر تخرجوهم باغ انترنيت. والناس ديال الفيزات ثم الاكثريه والناس ديال لي مارشي اللي كيشدوا لي مارشي هذوك الشواهد اللي كطلبوا كاملين راهم هنايا، يعني بلا ما تضرب تماره بلا ما تمشي لا دي جي اي بلا يعني حتى شي حاجه كلشي هنا باغ انترنيت. دابا كيفاش غنديروا نستخرجوهم؟ كنديروا اكسيدي سامبل اتيستاسيون ها هو موقع بسيط يعني ما فيهش شي حاجه. بطبيعه الحال بطبيعه الحال الاخوان راه كل واحد فيكم عنده سوسيتي ولا عنده سوا بيرسون فيزيك ولا حتى البارتيكولي هاد الناس هادو راه عندهم واحد يعني واحد الاخر الكود يعني كود داكسي عندهم واحد المود باس ديالو وهاد الفيريفيكاسيون هي هادي كيحطوهم هنايا. بعد ما كيحطوهم كيديروا كونيكسيون. دابا انا الاخوان غادي ندير هاد المرحله هادي غادي نهز واحد الكود وواحد كلمه المرور وغندير هاد فيريفيكاسيون وندير كونيكسيون يعني كدير على كونيكسيون صافي. فمن بعد ما كنديروا دي كونيكسيون كيعطينا هاد الموقع هذا كما كتشوفوا هاد الخانه هكا يعني بهاد الطريقه هادي كلشي هنايا. فحنايا كنلقاو في هاد الجنب هذا بزاف ديال يعني بزاف ديال لي زاتيستاسيون او الشواهد اللي نقدروا نستخرجوهم وكل شهاده عندها علاقه بواحد يعني بواحد الحاجه معينه. مثلا كاين الشواهد اللي عندهم علاقه بالياس بالياب، كاين لي زاتيستاسيون يعني عاديين، كاين اللي عندهم علاقه بالتبيا، كاين اللي عندهم علاقه بالفيسكاليتي اموبيلي بحال تاكس بروفيسيونيل مثلا ولا الضريبه ديال النظافه. المهم هادو كاينين كاملين فكنستخرجوهم من هنا كنختاروا اي شهاده بغيناها كما كتشوفوا هنايا بحال مثلا لياف الناس ديال الفيزات ها لياف الناس ديال الفيزات كذلك ها لياف ها الريغولاريتي فيسكال عاودت هادشي كيتحتاج حتى الناس اللي كيديروا لي مارشي بوبليك راه كيحتاجوا هاد الوراق هادو. كاين الناس ديال لي مارشي ها هما لاتيستاسيون تاع الشيف دافير، كاين لا تاكس بروفيسيونال هنايا ها هي لاتيستاسيون ديسكريبسيون لا تاكس بروفيسيونال، يعني ما تحتاجش انك تمشي تخرجها من شي بلاصه اخرى او انك تمشي لمصلحه الضرائب كلشي راه هنايا باغ انترنيت كلشي هنايا. والا شي اداره عموميه قالت لك اسيدي انا ما كنعترفش بهاد الورقه هادي ولا شي حاجه بحال هكا من حقك ديك الساعه تمشي يعني تمشي تطلع للمدير ديال ديك الاداره غادي يولي هو يقول لك الله يرحم الوالدين. حيت علاش هادي راه جات من الدوله هادي راه دار قانون هذا راه شي حاجه من الدوله واصلا هاد الورقه هادي عندها القيمه وعندها الصحه والمصداقيه اكثر ب 1700 مره من الورقه اللي كتجي مكاشيه. علاش ديك المكاشيه راه سهله التزوير الاخوان غتمشي تزورها السكانير انت زورتي الله يعاون دير فيها اللي بغيتي هادي ما عندك ما تزور هادي عندك واحد الكود باغ غادي تشوف دابا ما عندك ما تزور نهائيا نهائيا ما عندك ما تزور فيها يعني هادي عندها مصداقيه اكثر من الاخرى ب 1000 مره تفهمنا الاخوان. فهاد الشيء اللي كاين هنايا حنا دابا غادي ندير واحد ليكزامبل غادي نطلبوا مثلا عندنا هاد لاتاكس بروفيسيونال معروفه بزاف غادي نطلبوا لاتاكس بروفيسيونال غادي نطلبوها ها هي لاتاكس بروفيسيونال كنكليكيو هنا كيقول لك دير ليا رقم ديال الضريبه المهنيه يعني النيميرو ديال لاتاكس بروفيسيونال حنا غادي نكتبوه. فالاخوان ملي كنكتبوا النيميرو ديال لاتاكس بروفيسيونال هنايا كنديرو دوموند داتيستاسيون كنكليكيو على هاد دوموند داتيستاسيون. هاد دوموند داتيستاسيون شنو كيعطي لينا؟ اوتوماتيك شوف ما وصل حتى نص ثانية ها هي لاتاكس بروفيسيونيل ديالنا هنايا صافي تيليشارجات يعني الورقة ولا الشهادة ديال لاتاكس بروفيسيونيل ها هي هنايا ما عندك لا يعني لا مشكل ديال الطريق ولا مشكل ديال هنا ما وصلت نص ثانية يعني مش من دقيقة نص ثانية تعطات لينا هاد لاتيستاسيون ديال لاتاكس بروفيسيونيل. دونك كنحلو هاد لاتاكس بروفيسيونيل حنايا كنكليكيو هنا مثلا فلان يعني الاسم العائلي ولا الاسم الشخصي ولا الغيزون سوسيال ديال هاد لاسوسيتي ولا البيرسون فيزيك الاستيو ديالو نيميرو دو لاكارت ناسيونال كتلقى هنايا كتلقى هنايا الاخر يعني التاريخ ديال فوقاش تبدات هاد
يعني هذا المشروع هذا ولا هذه الشركه ولا هذا البيرسون فيزي فوقاش بدا مثلا التاريخ اللي عندنا هنايا 22/2/2019. يعني مثلا واحد كتلقى بعض الاخوان ولا بعض الوكالات العموميه كيقول لك اودي خصك تجيب مثلا ملي كيجمع شي واحد الدوسي ديال الفيزا كيقول لي خصك تجيب لي انا ديك الورقه ديال العام الاول اللي نهار درتي لانسكريبسيون، انت درتي لانسكريبسيون ديال لاتاكس بروفيسيونيل في 2015 خصك تجيب ديك الورقه، راه ما كايناش هذه، راه واحد كاين واحد الحاجه سميتها الشهاده ديال لاتاكس بروفيسيونيل، راه فيها فوقاش بديتي لاكتيفيتي وفوقاش تخرجتيها. ها هي حنا خرجنا هاد الورقه هذه في 2020، فوقاش خرجنا هذه في 2020، يعني راك مازال في لاكتيفيتي. اما الا جبتي وحده قديمه وتاريخ قديم راه يمكن انت اصلا لاكتيفيتي ديالك فوقاش سديتيها وجايب لنا ورقه قديمه. يعني شي مفاهيم الاخوان كيتيحوا يعني كنشوفوهم شويه ماشي حتى لتما، الواحد يسول يشوف شنو كاين الى اخره. فالاخوان هذه هي الورقه اللي كيهمنا حنايا، هو هذا هنا كاين الكاشي الكترونيك ديال لا دي جي، يعني ماشي سيناتور ديال بنادم فلان الفلاني رئيس مصلحه كذا ولا باش صافي. كاين هذا هذا الكاشي ازرق، كاين هذا الكود باق ها هو هذا وكاين هذا رمز التحقق. حنا كيهمنا هذا رمز التحقق، عندك جوج ديال الحلول، يا هذا رمز التحقق يا هذا. هذا الاخر ديال التليفون الاغلبيه ما كيعرفش يخدمه، حنا غادي نديرو هذا ديال رمز التحقق ساهل في السيت ديال لا دي جي اي ولا السيت ديال الضريبه ولا المهم اي سيت اخر، غتلقاو جوج ديال لي سيت اللي كيديروا هذه الفيريفيكاسيون، حنا نشوفوهم ان شاء الله. شنو غنديروا الاخوان بعد ما هزينا هذا الكود هذا، المهم بعد ما استخرجنا هذه الوثيقه هذه؟ دابا حنايا بالنسبه لنا كشركه ولا كمسير مشروع ولا بيرسون فيزيك، فانا صافي خرجت الورقه ديالي. دابا شنو غيدير هذاك اللي غادي فيريفيا، يعني هذاك اللي غادي يشوف واش هاد الاوراق هما هادوك اولا، غادي يمشي لو سيت ديال لا دي جي اي ها هو، غادي يدير تاكس. يعني شوف ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دابا كتستغرب ملي كتلقى واحد الشخص كيقول لك اودي انا راه خصني تجيب لي الورقه مكاشيه، اودي راه هادي اللي عندها المصداقيه ديال 1700 مره، واش مكاشيه؟ راه مكاشيه غادي يمشي يزورها ويجيبها لك ديك الساعه، شنو غتجبد نتايا اصلا. هنا كنمشيو للسيت ديال لا دي جي اي، شفتو هو هذا باش بدينا الاول، كنمشيو هنا فيريفي اتيستاسيون، كنكليكيو على فيريفي اتيستاسيون، شنو كيقول لك؟ كيقول لك ان شهاده غتفيريفيها. شنو ان شهاده من هادو؟ حنا دابا عاد شنو خرجنا؟ خرجنا لاتيستاسيون دانسكريبسيون على تاكس بروفيسيونيل. ديرو اتيستاسيون دانسكريبسيون على تاكس بروفيسيونيل، شنو غدير؟ غدير لياف، غدير لاني، يعني فوقاش خرجتي هذيك الشهاده، ودير الكود فيريفيكاسيون. حنا غادي نديرو هذا الشيء كامل الاخوان، درنا لياف، درنا لاني، خصنا الكود ديال فيريفيكاسيون. ملي غادي نجيبوه قلت لكم الاخوان، غتمشيو لديك الشهاده اللي حلينا قبيله فيها، ها هو الكود ديال فيريفيكاسيون، هذا هو لو كود دو فيريفيكاسيون. غادي نجيبوه، غادي نحطو هنايا كوبي كولي، نكوليو ونديرو فيريفي. اهي فيريفي، اهي لاتيستاسيون تشارجات عندنا، يعني هذاك الشيء كاين هو هذاك، يعني ما منو حتى شي حاجه. وباش تاكدوا الاخوه نحلوا، غادي تلقاوها نفس لاتيستاسيون اللي حلينا في الاول بجميع، يعني كل شيء هو هذاك، ما تبدل فيها والو اصلا. ان فوا يخدم لك هذا الكود فيريفيكاسيون كيعني بان الشهاده ديالك قانونيه و100%. دونك الاخوان هذه هي الطريقه باش تخرجوا لي زاتيستاسيون، كيفاش تفيريفيوهم. بارطاجيو هاد لا سوليسيون هادي، وبارطاجيو هاد الفيديو هذا، ومرحبا بكم في لو سيت ديالنا، ومرحبا بكم في لاباج فيسبوك ديالنا، وشكرا على المتابعه. كنشكركم بزاف، كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هاد الفيديو هذا، ديروا لايك لهذا الفيديو باش نوصلوا ل 1000 لايك ان شاء الله. شكرا.